ومن طهران ينضم إلي الدبلوماسي الإيراني السابق محمد مهدي شريعة مدار. أستاذ محمد مرحبا بك معنا. إذن في دراستنا لفرص وأشكال التصعيد بين واشنطن وطهران على مستوى المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر، ردود الفعل الإيرانية على تفجيرات كرمان من خلال الرئيس الإيراني يتوعد بالانتقام من خلال القائد الأعلى للحرس الثوري لا يزال، وإن كان داعش تبنى هذين الانفجارين، لا يزال يربطهما بالولايات المتحدة ويتهمها. إلى أي مدى طهران يعني ستقوم بالرد، علما أنه هي تروج في هذه الأثناء للصبر الاستراتيجي، وبما يفيد هذا على مستوى هذا التصعيد؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناة سكاي نيوز. من دون شك أن هذه الجريمة التي ارتكبت في محافظة كرمان لا يمكن أن تبقى بلا رد. أي جريمة ترتكب ينبغي أن يكون هناك رد يعني عادل لمرتكبي هذه الجريمة. أما بالنسبة لربط مجزرة كرمان بالولايات المتحدة الأمريكية فهذا أمر طبيعي. من المعروف أن داعش التي تحملت مسؤولية هذه الجريمة هي صنيعة أمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية دعمت داعش في كل ما قامت به في دول المنطقة، وأيضا هي مدعومة من قبل الكيان الصهيوني ومن قبل أذناب أمريكا في الولايات المتحدة. فكما تحاول الولايات المتحدة يعني فقط لنكون واضحين، ليس هناك أدلة وليس هناك ليس من المعروف، يعني يمكن أن نقول أنه في إطار نظريات المؤامرة هناك من يربط داعش بخدمة المشروع الإسرائيلي، المشروع الأمريكي، وحتى يخدم المشروع الإيراني، هناك من يقول بهذا الاتجاه، وبالتالي ليس هناك حقائق في هذا السياق. لا نعتمد على نظرية المؤامرة، هناك اعترافات من قبل كبار المسؤولين الأمريكيين وأيضا في التقارير الأمريكية وردت أنهم هم صنعوا داعش، وأيضا هناك أدلة واضحة على التعاون بين داعش وإسرائيل، ناهيك عن التحليل، لأن داعش التي من المفترض إذا كانت تدعي أنها يعني تقوم بالجهاد وما إلى ذلك، كان من المفترض أن تقوم بالجهاد ضد الكيان الإسرائيلي المحتل لأرض فلسطين الإسلامية، وهي لم تقم بأبسط عملية ضد الكيان الإسرائيلي، هذا في التحليل. طبعا هناك معلومات أيضا على التعاون بين داعش وبين إسرائيل، لذلك لا يمكن التنصل من هذه المسؤولية إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تصعد رسميا في هذه المنطقة، لأنها أمام استحقاق انتخابي، لأن الرئيس بايدن في عوده الانتخابية كان يريد أن ينهي مشكلة الشرق الأوسط ومشكلة الملف النووي حتى يتجه إلى الصين، ولم يتمكن من هذا التوجه، بل وقع في فخ ما يحصل اليوم في هذه المنطقة، لذلك لا يريد أن يخسر الانتخابات الرئاسية. طيب هذا عن الولايات المتحدة، ماذا عن إيران؟ صنائعه فيها، هل هي معنية بالتصعيد أم نعم. أنها ستلجأ دائما كما جرت العادة لاستخدام القواعد الاشتباك السابقة من خلال أذرعها في المنطقة من اليمن إلى لبنان إلى العراق إلى سوريا كذلك؟ لا، إيران أعلنت دائما أنها لا تريد التصعيد، أعلنت أنها لا تتحمل مسؤولية ما يجري في المنطقة، حتى في موضوع طوفان الأقصى أعلنت أنها غير مسؤولة، وحماس قامت بها من دون حتى إعلام إيران. موضوع الصبر الاستراتيجي يعني وجود خطة استراتيجية مدروسة بعيدة المدى لإنهاء، وهذا ما تدعو إليه إيران دائما، لإنهاء الوجود الأمريكي في هذه المنطقة، لأنه هو السبب الوحيد في كل المشاكل التي نشهدها في هذه المنطقة، لذلك إيران لا تريد التصعيد. أما بالنسبة لما تسمينه أنت أذناب إيران ونحن نسميه فصائل محور المقاومة، نعم هناك تحالف في هذه المنطقة نسميه بمحور المقاومة، وهو يقف بوجه المشاريع الأمريكية والصهيو أمريكية والاستيطانية، لكن هذا لا يعني كما هو الحال في أي تحالف عسكري، لا يعني عدم وجود استقلال في القرار التي تتخذه هذه الفصائل، لكل فصيل قراره المستقل ويقوم بدوره وفصائلها.
في العراق وفي سوريا ولبنان هل ستؤدي إلى إعادة ترتيب موازين القوى على المنطقة، إعادة حسابات إيران؟ هل هي رسائل من الولايات المتحدة غير مباشرة لإيران؟ كيف تتلقفها باختصار؟ أصلاً الموضوع يجب أن نضعه في خانة موازين القوى. ما حصل من اغتيالات، من عمليات اغتيالية في هذه المنطقة هي تدل على فشل المشروع الصهيوني الأمريكي. لو كانت إسرائيل بإمكانها أن تحقق هدفاً عسكرياً في غزة بعد 3 أشهر لما كانت تقوم بهذه العمليات الاغتيالية. لذلك موازين القوى قد اختل في هذه المنطقة بتأثير من محور المقاومة، لا سيما بعد طوفان الأقصى، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني أن يعيد حساباتهما في موضوع موازين القوة في هذه المنطقة، لأنهم يبدو أنهم لحد الآن لم يتفهموا حقيقة المتغيرات في هذه المنطقة والتغييرات التي حصلت في موازين القوى. شكرا جزيلا لك إذن أستاذ محمد مهدي، دبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران.